السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هنبدأ في مرحلة التصميم. كنا المرة اللي فاتت انتهينا إن احنا عملنا الموديل وعرفنا ازاي ندخل الأحمال عليه وازاي نوصل في الآخر إن احنا نعمل لود كومبينيشن ونطلع انفلوب. دلوقتي هنبدأ بقى نخش في الجزء بتاع التصميم. طيب، أول حاجة تصميم الفريم. انا عندي فريم وعندي تراس. اول حاجه تصميم الفريم، انا عشان اصمم اي سيكشن في الفريم محتاج اعرف له ايه، محتاج اعرف المومنت اللي جاي عليه اللي هو الام اكس ده بيساوي قد ايه، ومحتاج اعرف النورمال اللي جاي بيساوي قد ايه، ومحتاج احسب له ال باكلينج ان بلان والال باكلينج اوت اوف بلان، ومحتاج احسب ال بي اللي هي بتاعة اللاترال تورشنال باكلينج اللي هو الان سبورتد لينز للكمبريشن فلينج. يبقى انا محتاج احسب الخمس حاجات دول عشان اقدر اصمم القطع اللي عندي. طب بالنسبه للمومنت والنورمال، دول انا هطلعهم من الساب موديل اللي احنا لسه عاملينه. طيب ال L باكلينج ان وال L باكلينج اوت وال L بتاعه اللاترال تورشن باكلينج، دول اطلعهم منين؟ هطلعهم من شكل اللاي اوت بتاعي. يبقى على حسب اللاي اوت بتاعي انا هحسب الباكلينج لينز. تمام، كويس قوي. عايزين بقى نشوف هنصمم كام سيكشن في كل في الرافتر دي او في العمود ده، هصمم فيهم كام سيكشن، ولكل سيكشن من دول احسب الحاجات دي ازاي. نبدا اول حاجه بالرافتر. عندي رافتر بالمنظر ده اهو، وجاي هنا داخله على العمود. طيب شكل المومنت كان عامل ازاي على الرافتر؟ انا عارف ان المومنت هنا بيبقى بوزيتيف وبعد كده بيقوم طالع الناحيه التانيه نيجاتيف بقيمه اعلى، وتقريبا النيجاتيف دي بتبقى تلتين دي او البوزيتيف تلت، دي قيمه تقريبيه يعني مش شرط تبقى هي صح، بس دايما النيجاتيف هنا بيبقى هو الكبير يعني. تمام، هسمي انا ده مثلا ام واحد وهسمي ده ام اتنين. احنا اتفقنا ان احنا لما هنيجي نصمم هنصمم على المومنت الكبير ده اللي هو ام واحد قطاع، وليكن مثلا ام واحد دي لو بتساوي 10 متر طن، يبقى انا عملت القطاع اللي هنا ده يقدر يشيل 10 متر طن، وعندي ام اتنين دي خلينا نفترض اللي هي مثلا 20، فانا اصمم هنا على ام واحد اللي هو 10 متر طن وهمشي بالقطاع ده. القطاع ده يفضل ماشي هنا سيف سيف، المومنت هنا يجي زيرو، المومنت هنا مثلا باتنين خمسة، يوصل لحد ما يجي لعشرة متر طن. هنا 10 متر طن، بعد كده القطاع ده يبقى ان سيف، يعني الجزء ده القطاع اللي انا عامله ده ان سيف. فبنعمل ايه؟ نيجي عند الجزء اللي هو 10 متر طن ده، يبقى القطاع كله سيف في الجزء ده، لكن الجزء ده ان سيف، فبروح عامل هونش هنا عشان يقدر يشيل لحد ال 20 متر طن. يبقى انا محتاج اصمم كام سيكشن؟ محتاج اصمم سيكشن هنا عند ام واحد اسمه سيكشن واحد، والسيكشن واحد ده هصممه على المومنت اللي هو ال 10 متر طن اللي هو ام واحد، وبعد كده اقوم جاي عند سيكشن اتنين هنا مصمم سيكشن اتنين على المومنت اللي هو ام اتنين اللي هو ال 20 متر طن، وبعدين اعمل هونش. الهونش ده يقف فين بقى؟ كنا قلناها واحنا بنعمل لاي اوت او واحنا بنعمل الموديل هناخدها بوينت 1 ال ال، لكن بقى بعد ما نصمم مش هينفع ناخدها برضو بوينت 1 ال ال، لا ده احنا نعرف نحسبها من هنا ان انا المومنت اللي هنا ده النيجاتيف اساويه مع المومنت البوزيتيف اللي يقدر يشيل القطاع. انا عامل القطاع ده ان هو يشيل 10 متر طن، فهاجي اقف هنا عند 10 متر طن واشوف المسافه من هنا دي لهنا دي قد ايه، مثلا 2 متر، اخد طول الهونش 2 متر او 2 متر ونص مثلا، لقيتها متر يبقى اخد طول الهونش متر ونص، وهكذا. يبقى على حسب الطول بتاع المومنت ده على حسب طول الهونش اللي انا هعمله. فيبقى اول حاجه دلوقتي انا عايز اصمم سيكشن واحد. اول حاجه عايز اطلع لسيكشن واحد ال باكلينج ان بلان، الباكلينج لينس ان بلان بيساوي قد ايه، وعايز اطلع ال باكلينج اوت اوف بلان بيساوي قد ايه، وعايز اطلع ال ال بي بتاعت ال ال تي بي اللاترال تورشن باكلينج بتساوي ايه. اول حاجه بالنسبه لل ال بي ام بلان، الباكلينج ام بلان بناخده دايما 0.8 من الليزبان،
بناخده 0.8 من الليزبان بتاع الفريم، 0.8 من الليزبان. انا الليزبان كان عندي 26 متر، فانا اخدها 0.8 مضروبة في 26 متر. خلاص كده كده طلعنا طول الان بلان. طب الاوت اوف بلان، الاوت اوف بلان دايما بناخده المسافات بين الهوريزونتال بريسنج. طب اجيبها منين دي؟ دي نجيبها من اللاي اوت بقى. اجي هنا في اللاي اوت، مين اللي هيمنع الرافتر ده ان هو يحصل له اوت اوف بلان باكلينج؟ هو البريسنج. فاحنا دايما هناخدها المسافه بين البريسنج. طب المسافه بين البريسنج كانت قد ايه؟ كانت 3 متر 25. فيبقى وبما ان هنا كل البريسنج متساوي فهتبقى 3 متر 25. طب انا لو كنت عامل البريسنج باكيات مش متساويه، يعني مثلا كنت البريسنج ده كده عامله بالمنظر ده لأي سبب من الأسباب مثلا، فيبقى الباكلينج لينس بتاعي قد ايه؟ ال ال واي. يبقى ساعتها ال ال واي على حسب السكشن اللي انا فيه. انا عند المومنت البوستيف انا هنا في النقطة دي اللي هو جاء في نص الفريم، فيبقى ساعتها اخدها المسافة الصغيرة دي. لو انا باخد النيجاتيف يبقى انا عند العمود، يبقى اخد المسافة بتاعة الباكلينج هي المسافة دي. فانا دلوقتي السكشن بتاعي اللي انا هدرسه سكشن واحد، سكشن واحد ده اللي هو في نص الفريم هنا اللي هو عند البوزيتيف مومنت. انا عندي البوزيتيف مومنت قد ايه؟ هي المسافة الصغيرة دي اللي هي احنا قلنا عليها 3 متر 25. فيبقى هنا الباكلينج لينس بتاعي 3 متر 25. تالت حاجة ال ال بي اللاترال تورشنال باكلينج. تعريف ال ال بي هو الان سبورتد لينس للكمبريشن فلانج. طيب هنا المومنت بتاعي تحت يبقى الكمبريشن فلانج هي اللي فوق. طيب الكمبريشن فلانج اللي فوق دي ممسوكه كل قد ايه؟ لو جيت بصيت هنا الاقي الكمبريشن فلانج اللي هي اللي فوق دي ممسوكه مع كل بيرلين، يبقى ال ال بي في الحاله دي هي المسافات بين البيرلين اللي هي هنا كانت كام؟ كانت متر 625. فيبقى ال ال بي دي المسافات بين البيرلين، وهنا في المثال ده متر 625. يبقى انا كده طلعت الثلاث حاجات دول. محتاج بعد كده اطلع المومنت والنورمال، دول هنشوف ازاي هنطلعهم من الموديل. تاني حاجة عايز اطلعها، عايز اطلع سيكشن 2. يبقى انا دلوقتي عايز اطلع سيكشن 2، عايز برضه اطلع له ال بي ان بلان وال بي اوت اوف بلان وال بي بتاعه ال تي بي. ال بي ان بلان مش هتختلف اي حاجه عن اللي فاتت لان الكاميرا مكمله من يعني نفس السكشن بالظبط، فهتبقى 0.8 في 26 متر. ال بي اوت نفس الكلام برضو، المسافات بين الهوريزونتال بريسنج. فاروح برضو على اللي اوت اشوف بقى، لو انا عامل البريسنج بالمنظر ده يبقى السكشن اللي عند العمود اللي هو سكشن 2 ال ال واي بتاعته هي المسافه دي اللي هي من هنا لهنا، يبقى 6 متر ونص. بس انا ما كنتش عامل المنظر ده، انا كنت عاملها كده. فيبقى السكشن ده ال ال بي واي بتاعته او ال ال باكلينج واي هي نفس المسافه اللي هي ايه؟ اتنين بريسنج مع بعض اللي هي كانت 3 متر 25. تالت حاجة ال ال بي بتاعت اللاترال تورشنال باكلينج، انا هنا عندي المومنت اتجاهه لفوق، فيبقى ساعتها الكمبريشن فلانج موجودة تحت. فاروح كده بص هنا، ادي ادي اهو المومنت بتاعي موجود فوق، فيبقى الكمبريشن فلانج هي اللي موجودة تحت. طب الكمبريشن فلانج دي ممسوكة بحاجة؟ لا مفيش اي حاجة ماسكاها. فاحنا قلنا خلاص لو انا مش مفيش حاجه ماسكاها انا هاخد الطول الكبير ده كله، فغالبا هتطلع قطاع كبير جدا. هاجي مع البرلين دي امسكها مع الكمبريشن فلانج، يبقى ساعتها اقدر اخدها المسافات بين كل برلين. اسمه ايه بقى الكلام ده؟ الكلام ده اسمه ني بريسنج. ان انا بعمل بريسنج اربط الكمبريشن فلانج اللي تحت مع البرلين اللي فوق. احط بقى البريسنج ده كل برلين، ممكن تحط كل برلين عادي
وممكن تحط برلين اه برلين لا، يعني تيجي هنا تحط هنا في اول واحدة وبعد كده تمشيها برلين اه برلين لا. فلو حطيتها كل برلين هتبقى المسافة دي متر 625، لو حطيتها كل 2 برلين يبقى المسافة من هنا لهنا اللي هي 3 متر 25، فيبقى ال ال بي دي هي المسافات بين الني بريسنج. انت حطيتها كل برلين ولا كل 2 برلين؟ دي بترجع للمصمم. هنا في المثال بتاعتنا هنحطها مثلا كل 2 برلين فيبقى 3 متر 25 برضو. لو طلعت قطاع كبير استخدمها كل برلين عادي. طيب يبقى انا كده عملت سيكشن واحد وعملت سيكشن اتنين. المفروض هعمل ايه؟ هصمم سيكشن واحد وهرجع بعد كده اصمم سيكشن اتنين، ومن على الموديل بتاع الساب اشوف المومنت هنا امتى هيتساوي مع المومنت ده، ويبقى هو ده طول الهونش بتاعي اقفله. يبقى انا كده عرفت اصمم الرافتر ازاي. نيجي بعد كده على العمود. العمود بتاعي بالمنظر ده، وعندي هنا الرافتر جاية من فوق هنا، وكان عندي براكت الكرين جيردر. شكل المومنت بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى المومنت ماكسيمم فوق، وبعد كده بيبدأ يقل شوية لحد ما يوصل عند الكرين، مع المومنت بتاع الكرين ده بيبقى هنا نيجاتيف، فبيطلع بيزيد كمان شوية وبعد كده بينزل على الزيرو، عشان أنا عندي القاعدة بتاعتي هنجت. فيبقى ده كده شكل المومنت اللي عندي. محتاج أصمم كام سيكشن؟ محتاج أصمم سيكشن فوق هنا، سيكشن واحد ده عليه مومنت كبير وعليه نورمال تمام، ومحتاج أصمم سيكشن هنا تحت الكرين عليه مومنت بس مع نورمال عالي، لأن لو جيت رسمت شكل النورمال هلاقي النورمال شكله عامل كده، هنا في نيجاتيف صغير ويجي بعد الكرين يتحط الرياكشن بتاع الكرين على النورمال. فأنا محتاج أول لما النورمال هنا يزيد مع المومنت الكبير محتاج أخد كمان سيكشن، ولو أنا شغال بيلت أب محتاج أخد سيكشن 3. طب اشمعنى بيلت أب محتاج أخد سيكشن 3؟ عشان ساعتها الفريم بتاعتي العمود بتاعي أصلا ببقى أنا عامله كبير فوق وبصغر السيكشن تحت، فأنا عايز أتشيك السيكشن اللي تحت ده مومنت بيساوي زيرو والنورمال بيساوي ماكسيم اللي هو النورمال الكبير اللي هنا، فعايز أتشيك القطاع الصغير ده يقدر يشيل النورمال ده. فأنا كده عندي كام سيكشن؟ عندي 3 سيكشن. ناخدهم برضو إيه واحدة واحدة كده. بالنسبة لسيكشن واحد محتاج احسب له ال باكلينج ان وال باكلينج اوت وال ال بي. ال باكلينج ان وال باكلينج اوت وال ال بي بتاعه ال ال تي بي. اول حاجه ال ال باكلينج ان، احنا عارفين من ثالثه مدني كده ان العمود اللي بيبقى بتاع الفريم ده هعمل ايه عشان احسب له ال باكلينج ان؟ باجي هنا اقول ان الجي اي دي بتساوي 10 عشان ده هنجد، واجي اقول الجي بي دي بتساوي اي على ال على اي على ال، واطلع الجي بي واخش في الكود في تشارت كده شكلها عامل كده، وبعد كده اوصل النقطة دي بالنقطة دي اطلع قيمة الكي بتساوي قد ايه. يبقى ال ال باكلينج ان بيساوي ك في ال L. طب انا هنا اصلا عشان احسب ال I على L و I على L محتاج ال I بتاعة القطاع، احنا بناخدها قيمة تقريبية ان ال L باكلينج ان دي ك دي بتطلع من 2 ل 2.5 في حالة البورتال فريم مضروبة في ال L، فانت ممكن تاخدها على طول 2.3 ال L مثلا. وبعد كده لما تحسب تطلع سيكشن ابقى ايه ارجع اكد عليها ان الدنيا تمام. طيب ال ال باكلينج اوت، ال ال باكلينج اوت هو المسافات بين الفيرتيكال بريسنج. طب دي هجيبها منين؟ هجيبها من اللي اوت عادي جدا. هاجي هنا عند اللي اوت اروح على البريسنج، مثلا انا بصمم العمود اللي على المحور ده، فانا عندي ادي الارض اهي وعندي استرات هنا وعندي استرات هنا، فاجي اقيس كده المسافات دي قد ايه؟ ده متر 750، وعندي هنا 4 متر وربع، وعندي تحت 4 متر وربع برضو. طب لو دي مثلا كانت 5 متر واللي فوق 3 متر هناخد على الطول الكبير،
يعني احنا بنشوف اطول اكبر طول هنا قد ايه. لو دي كانت 3 متر واللي تحت 5 متر، يبقى انا هاخد ال باكلينج اوت 5 متر. انا هنا الاتنين قد بعض، فيبقى الفيرتيكال المسافات بين الفيرتيكال بريسنج 4 متر وربع. طيب ال بي برضو نفس الكلام بالظبط. هاجي ابص عند العمود اللي هنا، عايز اشوف الكومبريشن فلانج بتاعته فين، شكل المومنت عامله ازاي. شكل المومنت قلنا بره العمود، يبقى الكومبريشن فلانج هي اللي جوه العمود. طب لما اجي ابص على الكومبريشن فلانج اللي هي جوه العمود دي، في حاجه ماسكاه؟ لا مفيش اي حاجه ماسكاه. طب ممكن نمسكه ازاي؟ ممكن اجي مع البرلين هنا اربطها معاه كده بني بريسنج، ويبقى ساعتها ال ال بي بتاعت العمود هي المسافات بين السايد جيرت دي. او في راي تاني بيقول لك مش انا عندي هنا استرات وعندي هنا استرات بتوع الفيرتيكال بريسنج، فخلاص احنا بنعتبر ان الاسترات ده اللي هو اللي هنا ده، الاسترات ده جاي في سنتر لاين العمود، فده هيمنع ان العمود يحصل له روتيشن، فبيمنع اللاترال تورشن والباكلينج. فساعتها ممكن على حسب الراي ده تاخد ان ال ال بي هو الفيرتيكال المسافات برضو بين الفيرتيكال بريسنج اللي هي 4 متر وربع. يبقى احنا عندنا في ال ال بي هنا في رايين، في راي بياخد الفيرتيكال بريسنج، وفي راي بياخد على حسب الني بريسنج اللي مع السايد جيرت. الرايين صح وبيتاخد بيهم براحتك. تمام، يبقى انا كده خلصت ال ال باكلينج ان وال ال باكلينج اوت وال ال بي. طيب في ناس بتسأل دايما على الكاميرا بتاعه البراكت بتاع الكرينجردر ده، هو ده مش هيمنع الباكلينج، هو ده مش هيأثر في ال ال بي. الكاميرا ده كان تليفر متشال على العمود، ما بيأثرش في اي حاجه. يعني انا عندي العمود كده طالع منه كاميرا كان تليفر، الكاميرا دي متشال على العمود، فولا هتأثر في باكلينج ولا هتأثر في اي حاجه. العمود ده لما يجي يحصل له باكلينج بالمنظر ده، الكاميرا دي مش هتمنعه، الكاميرا دي هتلف معايا عادي جدا. لما يجي يحصل له باكلينج الناحيه الثانيه، الكاميرا دي برضو مش هتمنعه، هتلف مع الناحية التانية. فكده كده الكاميرا بتاعت البراكت اللي هو بتاع الكرين جيردر ده هو متشال على العمود، بيلف معاه عادي جدا، مش هيمنع اي باكلينج. طيب ده كله كده بالنسبة لسيكشن واحد. لما اجي عند سيكشن اتنين، هتلاقيني باخد ال ال باكلينج ان هي هي، ال ال باكلينج اوت هي هي، ال ال بي هي هي. عندي سيكشن تلاتة نفس الكلام بالظبط، كل اللي هيختلف بينهم المومنت والنورمال اللي انا بحسبها. طيب في تريك صغيره كده، في حاله العمود التيبرد، لو العمود هوت رود فالعمود من اوله لاخره قطاع واحد، فده ما فيهوش اي مشكله. نيجي بقى في العمود التيبرد، انا لما باجي احسب باكلينج كده، بنحسب ال ال باكلينج ان، بنقول اللي هي بتساوي كي في ال، وبعد كده بقول ان لندا ان بلان بتساوي كي في ال على ار اكس. طيب ار اكس دي هحسبها لأنهي قطاع؟ هتيجي انت عند قطاع واحد ده تقول لي ان القطاع ده ابعاده مثلا هنا 750 وفلانجات 250 مثلا، فانت وانت بتحسب الباكلينج تقوم حاسب الباكلينج للقطاع ده، وتيجي تحط الار اكس بتاعته هنا. طب هل الكلام ده صح؟ لا. ليه مش صح؟ لان انت دلوقتي الباكلينج بيحصل على كامل ارتفاع العمود، فانت دلوقتي وانت بتعمل اللاندا ان حسبتها على ان القطاع بتاع العمود 750 من اوله لاخره، ده اللي بيقاوم الباكلينج. ده منطقي؟ لا مش منطقي. والعكس صحيح، لما اجي عند القطاع اللي تحت فانا هعتبر القطاع العمود كله هو القطاع ال 250، ده القطاع اللي انا حسبت له الار اكس وبالتالي حسبت له الباكلينج، يبقى الكلام ده مش منطقي. طب بنعمل حاجه تقريبيه، هي مش صح قوي بس هي ايه، تقريبيه شويه، لان الموضوع ده فيه ابحاث اصلا. بنعمل ايه؟ بنيجي عند تلتين العمود من تحت، هاخد الارتفاع ده كده اللي هو تلتين ال H، والقطاع اللي هو هنا ده اشوف ابعاده كام. هاجي هنا اشوف القطاع ده الفلانجات بتاعته قد ايه والويب بتاعه قد ايه، واخرجه بره كده واحسب له ال RX بتساوي قد كده وال RY بتساوي قد كده. بعد لما احسب بقى ال RX وال RY للسكشن اللي هو عند تلتين الارتفاع ده، ده السكشن اللي انا دايما احسب عليه الباكلينج. يعني ايه؟ يعني لما اجي عند سكشن واحد كده اصمم سكشن واحد، هحسب الاول لندا ان، يبقى كي في ال على ار اكس بتاعت القطاع اللي على التلتين ده. بعد كده وانا بحسب بقى ستريسز اريا او اس اكس او اس واي، هشتغل على
الكبير، القطاع الكبير. يعني في الاستريسز هنشتغل عند القطاع اللي انا شغال عنده، لكن في الباكلينج بس هو اللي هنشتغل عند القطاع اللي هو 13 الاتش. طب لما اجي عند السكشن الثلاثه ده، لما اجي عند السكشن 3 وانا بحسب الباكلنج اللي هو لاندا ان ولاندا اوت، هشتغل برضه عند القطاع اللي هو 13 الاتش. طب وانا بحسب ستريسز واس اكس واس واي، هحسب عند القطاع اللي تحت اللي هو ايه، اللي هو الارتفاع بتاعه مثلا 250. طيب يبقى احنا كده شرحنا برضه الحته بتاعت الباكلنج هنعمل فيها ايه. قبل ما نخش على الشغل بتاع التراس بقى، في حته اخيره في البيلت اب سيكشن. دلوقتي انا البيلت اب سيكشن انا اللي بختار ابعاده على حسب ما انا عايز. طيب هل اختار ابعاده دي بقى على حسب ايه، بمزاجي ولا ليها رولز معينه، او بنحس الدنيا دي تايهه شويه. فانا هنا ايه، خلينا مع بعض كده. البيلت اب سيكشن بتبقى عباره عن بليتس، وانا بجيب البليتس دي واقطعها مع بعض عشان اعمل بيها اشكال الاي سيكشن اللي انا عايزها. طيب الشيت ده بيجي ابعاده قد ايه؟ بيجي هنا الطول بتاعه يا اما 6 يا اما 12 متر، والعرض بتاعه ده بيجي يا اما متر وربع يا اما متر ونص يا اما 2 متر. دول الاطوال الغالبة يعني في السوق. طيب لما انا بقى اجي اقطع التخانات الاول، طيب التخانات بتاعته بتبقى قد ايه؟ التخانات دايما بتلاقي ارقام زوجية، يعني 6 8 10 12 وهكذا لحد بليت مثلا 40 مللي. بس 40 ده طبعا حاجة كبيرة جدا، اللي هي كباري وحاجات كده. وبتلاقي في النص الأرقام اللي هي مضاعفات الخمسة، يعني هتلاقي 15 و25 و35 هتلاقيهم موجودين. تمام، يبقى هي دي التخانات اللي انا اختار منها، دي ما فيهاش مشكله. اختار التخانات دايما ارقام زوجيه، يعني ماليش حد عامل تخانه بليت 17 او 16 ونص او 19، هي ارقام زوجي يا مضاعفات الخمسه. تمام، اجي بقى وانا بختار ابعاد السكشن نفسه، اللي هو انا عندي دلوقتي سكشن البلت اب اهو، فانا عايز اطلع البعد ده وعايز اطلع البعد ده. نطلعهم ازاي بقى؟ دايما بنحاول نخلي الرقم ده او الرقم ده هي ارقام ينفع اقطع عليها الابعاد دي. طيب ايه العروض اللي انا ممكن اختارها هنا بحيث ان التقطيع بتاعي يطلع كويس ما يبقاش فيه تهدير؟ اول حاجة مثلا اللي هي اصغر حاجة 100 مللي، ال 100 مللي هتلاقيها ظابطة مع الواحد متر. بعد كده عندي 125 مللي، اللي بعديها 150 مللي، بعد كده عندي 167 مللي، اللي بعديها 200، بعد ال 200 عندي 250. 250 برضو شيت يمشي 1 متر. طب بعد ال 250 عندي 300 مثلا، لو جيت تحسب 300 هتلاقي شريط المتر ده بيعمل 3 حتت وبيفضل 10 سنتي هيترموا في الاخر، فاحنا نعملها 333. بعد كده ما بنخشش في 400، بنخش في 500 على طول. ولو في وسط الارقام دي في رقم انا ما قلتوش بس هيقبل الاسم معاك، هيفضل سنتي او 2 من الشيت، مش مشكلة يعني اعمله، اكيد مش دي كل الارقام يعني. بعد لما اخترت العروض ده، مش انا عندي في حتت فيها هونش؟ تمام، طب اختار الحته اللي فيها هونش دي ازاي بقى؟ انا الهونش عندي بيبقى عندي هنا بعد كبير وعندي في الاخر هنا بعد صغير، والبعد الصغير ده بيبقى مكمل بعد كده. فانا عايز البعد الكبير مع البعد الصغير دول اجيبهم مع بعض شيت واحد يبقى بالمنظر ده، ويبقوا اقطعهم اتنين مع بعض. تمام كده، يعني انا دلوقتي عندي هونش ليه بعد صغير وبعد كبير. انا هجيب بليت بالبعد ده كده مع بعضه واعمل منه اتنين هونش، فيبقى برضو مجموع الجزء الكبير ده يعني الطول الكبير ده مع الطول الصغير مجموعهم يديني كام؟ يا متر وربع، يا متر، يا متر وربع، يا متر ونص، يا 2 متر، مع مراعاة ان البعد الصغير يبقى مع نفس الاطوال
اللي احنا لسه قايلين عليها دي دلوقتي. بمعنى ان انا هاجي دلوقتي بقى اقسم مع بعض، خلينا كده نختار مثلا، عايز اختار دي وعايز اختار دي، عايز مجموعهم يطلع متر مثلا، فهختار كام؟ هختار ان هنا تبقى 750 وهنا 250، فيبقى المجموع بتاع الاتنين دول متر. فلما اجي اجيب البليت ده يبقى فوق 750 وتحت 250، يبقى الارتفاع بتاع البليت اللي انا هجيبه ده ارتفاعه متر. وبرده الحته ال 250 اللي هتكمل دي برضو لما اجي اجيب شيت هقطعه 5 حتت 250، يبقى انا كده بالنسبه لي ما هدرتش اي حاجه. طب ايه الاطوال التانية اللي ممكن استخدمها؟ بنستخدم برضو ساعات 670 مع 330، هنا ساعتها هيفضل سنتي تقريبا في الشيت او حاجه، مش مشكله يعني. وساعتها 670 لما اجمعها مع 330 هيديني برضو شيت 1 متر. فمالكش هنا بقى مختار كام، 600 و400 مثلا. 600 و400 مجموعهم يديك متر، بس لما تيجي تشوف ال 400 اللي هنا دي هتلاقيها بتهدر معاك في الحديد. فيبقى انا دايما اختار ان مجموعهم يديني شيت مع بعض، وفي نفس الوقت البعد الصغير ينفع ان انا في التقسيمه اللي فاتت اللي احنا قلنا عليها ان التقسيمه ما تهدرش في الحديد. بالنسبه للعمدان مش فارقه بقى خالص، العمود عندك من فوق بيبقى حاجه وتحت يبقى حاجه، والارتفاع اصلا بيبقى كبير فما فيهاش، بس بنختار البعد ده في العمود بيبقى تقريبا هو نفس البعد ده في الكاميرا. يعني لو انا اخترت ده 750 باجي اختار ده برضو 750 زيه بالظبط. فيبقى هي دي العروض اللي احنا هنتعامل معاها، ونغير بقى في ايه، في التخانات. يعني مش ظابطه معايا 333، لو نزلتها 250 القطاع هيبقى اون سيف، فزود 250 ازود تخاناته شويه، وهكذا. نخش بقى على الحته بتاعت الترس. ادي شكل التراس عندي. التراس بيتكون من 4 حاجات رئيسية: upper cord, lower cord, vertical و diagonal. كلنا عارفين ان دايما ال upper cord ده بصممه على انه double angle back to back، ويبقى شكلهم من فوق كده عشان اقدر احط فوق البرلين. وال lower cord بصممه برضو double angle back to back بس لتحت كده. وال vertical وال diagonal دايما بنصممهم single angle لحد انجل 90 في 90، لو عدى 90 في 90 بنبدأ نستخدم دبل انجل. بعديها اخر حاجة الفيرتيكال اللي موجود عند لونجيتيودينال بريسنج ده بنستخدمه ستار شيب عشان شكل الكونكشن، ودي كنا قلناها في الفيديو اللي فات. طيب عشان اصمم اي ممبر، تنشن ممبر او كومبريشن ممبر، محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف ايه اللي باكلينج ان بلان وايه اللي باكلينج اوت اوف بلان، ومحتاج اعرف التنشن او الكمبريشن اللي جاي فيه. التنشن او الكمبريشن اللي جاي في الممبر دي هجيبها من الساب موديل، ال ال باكلينج ان وال ال باكلينج اوت هجيبهم برضو من اللاي اوت. اول حاجه بالنسبه للممبر اللي هو الابر كورد، فاحنا عارفين ان في الابر كورد هنا في بيرلينز، فال ال باكلينج ان بيساوي ال ال باكلينج اوت بيساوي ال A اللي هي المسافات بين البرلين. تاني حاجة بالنسبة للور كورد، اللور كورد مفيش حاجة ماسكاه اوت اوف بلان، فاحنا بنبقى عارفين ال L باكلينج ان بيساوي ال A اللي هي المسافات بين البرلين او الباكية دي، وال L باكلينج اوت بيساوي المسافات بين اللونجيتيودنال بريسنج. ليه؟ لان النقطه دي مفيش حاجه ماسكاها ان هي تطلع او تخش بره الصفحه او بره يعني البلان اللي احنا بنتكلم فيه، لكن ان بلان في جوينت هنا فده يحصل له باكلينج بالمنظر ده. اوت اوف بلان هي ممسوكه في النقطه دي مع اللونجيتيودنال بريسنج، وممسوكه في النقطه دي مع اللونجيتيودنال بريسنج، فيبقى ال ال اوت اوف بلان هو الطول ده كله. لكن فوق كانت ان بلان ممسوكه بين الاثنين برلين، واوت اوف بلان برضو في برلين ماسكاها، فبقى ان بلان واوت اوف بلان هو الايه. بعد كده عندنا الفيرتيكال والدايجونال. ال ال باكلينج ان بيساوي ال ال اللي هو طول الممبر، وال ال باكلينج اوت
برضو بيساوي ال اللي هو طول الممبر. فيبقى كده عرفنا ال L buckling in وال L buckling out بتاعت كل ممبر في التراس. والكلام ده هتلاقيه موجود فيه في صفحة في الكود، موجود فيها الكلام ده صريح، في رسمة التراس موجودة، وبيقول لك ال vertical ال L buckling in بتاعه كام وال L buckling out بتاعه في كام. عرفنا كده كل ممبر في التراس هيتصمم على ايه. فاضل حاجة أخيرة، الكونكشنز بتاعة التراس، أو لما أجي أصمم التراس أصمم فيه كام ممبر. طيب أول حاجة، التراس ده عشان احنا ننقله، التراس ده متركب هنا على عمودين كده، عندي عمود في الأول وعندي عمود في الآخر. التراس ده عشان أوديه الموقع مستحيل هوديه حتة واحدة، بوديه حتت متجمعة مع بعض في المصنع. إذن فأنا هعمل شوية حاجات ملحومة مع بعض وأروح الموقع أركبها مع بعض. فإحنا بنعمل إيه بقى؟ بنعمل حاجة اسمها فيلد سبلايس. فيلد سبلايس يعني الحتة دي هتبقى مقطوعة وتيجي تتركب في الموقع. يعني هيبقى شكلها عامل إزاي؟ يعني أنا دلوقتي هاجي عند التراس ده أقسمه مثلا 4 حتت، فهاجي أخد الحتة اللي في النص دي بالمنظر ده كده، أجي أخد الجزء ده كده مع بعضه، هاخد الجزء ده كده، ده كده كله ملحوم مع بعضه، واوديه الموقع. يبقى الجوينت دي عندي انا هروح اركبها في الموقع، يبقى الجوينت دي بولتد، والجوينت اللي تحت دي بولتد، والجوينت اللي هنا بولتد، والجوينت اللي هنا بولتد، بس الجوينت اللي في النص دي ولدت عشان هيجوا مع بعض. طب اختار بقى اماكن اللي انا هقطع عندها دي الفيلد سبلايس دي، اختار اماكنها على اساس ايه؟ اول حاجة انا عايز الطول بتاعي ما يزيدش عن 12 متر. طب انا الطول عندي كان 36 متر، يبقى انا ممكن اقسمها كام حتة؟ ممكن اقسمها 3 حتت، كل حتة 12 متر. تاني حاجة في الفيلد سبلايس، ان انا احاول اخدها في مكان لونجيتودينال بريسنج، يعني احاول اعمل الفيلد سبلايس بتاعتي مكان لونجيتودينال بريسنج. طب انا كده هاجي هنا ابص على التراس بتاعي اللي انا كنت عامله، الاقي المسافات بين اللونجيتودينال بريسنج تقريبا كلها واحدة اللي هي 7 متر ونص. فلو كده شلت واحدة من النص هنا هلاقي دي 14 متر، فمش هينفع. طب أعمل إيه؟ طب ما أنا أقسمها 7 متر ونص، في مشكلة أقسمها من 7 متر ونص؟ لا، أنا معايا لحد 12 متر، يعني الماكسيموم بتاعي 12 متر. أو إن أنا أعمل إيه؟ أقسمها 3 12 متر، يعني تبقى 3 حتت 12 متر من أول هنا لحد هنا مثلا، تبقى بقى 11 متر. كده فانا عندي اللي انا اقسم التقسيمه اللي تحت 11 متر 250 و11 متر 250 و7 متر ونص. فانا اجيب الباكيه اللي على اليمين دي كلها مع بعض، واجيب الباكيه اللي في النص مع بعض، واجيب الباكيه اللي على الشمال دي كلها، او ان انا اقسمهم 4 حتت واجيب اللي فوق. يعني الاثنين كويس، الاثنين صح يعني مش غلط، بس انا بفضل اللي فوق ان هي تبقى عند مكان لونجيتودينال بريسنج. فانا همشي على التقطيع اللي فوق دي. فده معناه ان انا هعمل ايه؟ هجيب كل جزء من دول لوحده، هقسم التراس ده 4 حتت وكل جزء من الاربعه هيجي لوحده. طيب وانا بصمم بقى التراس هصممه ازاي؟ اول حاجه بنعمل حاجه اسمها جروبينج. يعني ايه جروبينج؟ يعني انا دلوقتي عايز استخدم في التراس ده كله من اوله لاخره 5 سيكشن بس. يعني ايه؟ يعني انا هحدد مثلا انا هستخدم انجل 100 في 10 و90 في 9 و80 في 8 و70 في 7 و60 في 6. دي السكاشن اللي انا هستخدمها في الترس بتاعي. فانا شغال اي ممبر ينفع، ينفع مثلا 80 في 8 هحطه 80 في 8، ما ينفعش هحطه 90 في 9. اي ممبر اقل من 60 في 6 هخليه 60 في 6. يعني لو طلع فيه انجل عندي تمشي 40 في 4 هحطها برضو 60 في 6. طلعت مثلا انجل ازيد من 100 في 10 ساعتها اقوم عاملها دبل انجل، مثلا تبقى ساعتها مثلا 70 في 7. طلعت انجل تانية اعملها دبل انجل 90 في 9 وهكذا. هو ده الجروبنج اللي انا هستخدم 5 قطاعات بس. مش مشكلة بقى موضوع التهدير هنا أوي. أي نعم هتلاقي فيه قطاعات سيف بزيادة، بس ساعتها ده هيوفر لي شوية في التصنيع.
فببدا امسك القطاعات بتاعتي دي، اكتب الفورسز اللي عليها قد ايه، احاول اخلي مثلا اللور كورد لو انا مثلا افترضت ان انا اقسم 4 حتت واجيب الجزء ده، اجيب الجزء ده مع بعض، احاول اخلي اللور كورد كله سيكشن واحد والابر كورد سيكشن واحد والفيرتيكال والدايجونال سيكشن واحد، بما ان القطاع هنا صغير، فوحد القطاعات على قد ما اقدر، اخلي الابر كورد مع بعض مثلا يبقى دبل انجل 90 واللور كورد دبل انجل 80 والدايجونالز مثلا سنجل انجل 80 الاثنين والفيرتيكال الاثنين سنجل انجل 70 مثلا، يعني ده مثال، فاحاول اوحد على قد ما اقدر القطاعات. دلوقتي بقى هنيجي للحته اللي هو ازاي بقى انا اطلع المومنت والنورمال اللي على الرافتر او اطلع الفورسز اللي في الترس. في كذا طريقه الناس بتستخدمها في الحته دي. في طريقه اللي هي معظم الناس بتستخدمها، اللي هي بتيجي هنا تقول عايز اطلع مثلا المومنت واطلعه للانفلوب وادوس اوكي، وهاجي مثلا عارف ان الاعمده اللي على الحرف دي كلها انا اعملها نفس القطاع، فاجي على عمود في النص وادوس عليه كليك يمين، اجي هنا في الماكسيمم الاقي جايب مومنت 47، فهاجي هنا اشوف ال 47 دي جاي من انهي حاله، ادوس كده سهم لفوق اقعد اقلب فيهم لحد ما اشوف المومنت ال 47 ده فين، اهو لقيت المومنت 47 اهو، ده جاي من الحاله اللي هي 1.2 ديد و1.6 لايف روف ونص لايف 2 اللي هي كان فيها حاله الجرين رقم 2. طيب عشان بقى اطلع النورمال المقابل للمومنت اللي هو 47 ده، هدوس هنا وادوس اكسيال، يبقى ده النورمال المقابل ليه. طبعا لو بصيت كده هتلاقي في نقطه كده اللي هي لونها بنفسجي، انا هنا واقف عند السكشن اللي فوق خالص، ولو مشيت كده هتلاقيني بنزل لتحت، فيبقى ده الماكسيمم نورمال عندي تحت وده النورمال اللي عند اول العمود. تمام، نفس الكلام بالظبط هعمله في الرافتر. لو انا عايز اصمم الرافتر دي كليك يمين، المومنت هنا بتاع الانفلوب جايب 63، هاجي هنا اقعد اقلب لحد ما اجيب الكيس اللي فيها 63 اهي، 1.2 ديد 1.6 اللايف روف ونص اللي 3، هاجي هنا اطلع النورمال المقابل ليها يبقى ماينس 6 و7، يبقى انا كده طلعت الماكسيمم مومنت والنورمال المقابل ليها. طب لو عايز اطلع على العمود الماكسيمم نورمال والمومنت المقابل ليه، اجي هنا بدل لما اظهر المومنت اظهر الاكسيال، واجي مثلا عند العمود ده او الاكسيال فوق كان 11 تحت 24، فانا عايز اجيب المومنت المقابل للنورمال ده، او اول حاجه اروح اشوف الحاله، يعني غلط ان انت تيجي هنا تقول له عايز الميجر، لان ده الماكسيمم مومنت وده الماكسيمم نورمال، فما ينفعش تحط الاثنين في نفس الكيس. انا دلوقتي ده الماكسيمم نورمال عايز اجيب المومنت المقابل ليه، فهاجي هنا اشوف الكيس دي اسمها ايه اللي هي 23 و8، اقعد اقلب ادي 23 و8 1.2 ديد 1.6 لايف 3 ونص اللايف روف، اقوم جاي في الحاله دي اجيب المومنت بتاعها قد ايه، يبقى شكل المومنت هو زي ما احنا قلنا عشان الكرين بيقل وبعد كده بيزيد تاني. يبقى انا كده عرفت اجيب ازاي الماكسيمم مومنت والنورمال المقابل ليها والماكسيمم نورمال والمومنت المقابل ليها. طب في طريقه انا شايفها اسهل شويه، ان انا بعمل ايه، باجي مثلا ادي التراس قدامي اهو، هعمل الاول النضاره دي كده فيجيب لي كل الفريمات، يعني اقول له فيو 3 دي فيو واخلي 60 دي بزيرو واقول له اوكي، كده هو ظاهر لي كل الفريمات اللي ورا. اعمل ايه، اقوم جاي مختار اللور كورد مثلا، انا كده اخترت اللور كورد في الفريمات كلها، بص كده اختار اللور كورد في الفريمات كلها ومعاه الاستراتات كمان، اقوم جاي هنا عامل ايه display show tables element output frame output، عايز element force والresult عندي اختار مش الانفلوب بقى، اختار كل
حالات التحميل. يبقى انا كده اخترت حالات التحميل اللي انا حاططها كلها وادوس اوكي، وبعد كده اقول له اوكي فيطلع لي الجدول بالمنظر ده، اقول له فايل اكسبورت تو اكسل. تمام، بعد ما افتح الفايل الاكسل اعمل ايه بقى؟ اجي هنا اقول له فلتر سورت فلتر، واجي هنا اقول له عايز سورت سمولست تو لارجست، فلاقي ان اكبر فريم في اللي انا مختارهم دول فيهم فورس، هتلاقي الفورس دي 34 والمومنت المقابل ليها صغير جدا. يعني دي كلها حالة واحدة، ادي الحالة هي 1.2 ديد، 1.6 اللايف، نص اللايف روف، النورمال كان قد كده، والشير قد كده، والمومنت قد كده. طب دي كان الماكس اللي هو النيجاتيف الكمبريشن، لو عايز اجيب التنشن خليها لارجست فيجيب لي التنشن دي. انا شايفها الطريقة دي اسهل شوية. فانا اعمل ايه؟ الممبر ده رقمه 53، وادي حالات التحميل بتاعته والدنيا تمام. ارجع على الموديل لو انا عايز اتاكد، يعني ارجع على الموديل او هنا عامل ايه، سيلكت سيلكت ليبل، واقول له عايز الفريم ورقم الفريم 53. اوكي اهو، يبقى ده الفريم اللي عليه الماكسيموم نورمال اللي عندي. لو جينا عملنا كده تشيك عليه، قلت له وريني الاكسيال فورس وطلعت ده كده، هلاقي فعلا عليه 34 في الانفلوب، اللي هي لو رحت الجدول هنا هلاقيها برضو 34 و4. بالطريقة دي انا اعرف الممبر واعرف الفورس اللي فيه اعلى فورس قد ايه، والمومنت المقابل ليها على طول. نعمل نفس الكلام بالظبط للأبر كورد، أرجع على الموديل بعد ما أصمم اللور كورد بالطريقة دي، أرجع على الأبر كورد. هتقولي طب يا باشمهندس ما احنا كده أنا مش هعرف أصمم كام ممبر. لأ، ما أنت بقى تتحكم في الموضوع زي ما أنت عايز. هاجي أختار دي وأعمل برضو حركة الفيو 3D. مثلا أنا عامل الجروب للجزء ده، فأنا هاخد اللور كورد بتوع الجزء دول بس، وأنا عايز أديهم نفس الممبر مثلا يعني، او اختار الاثنين دول عايز اديهم نفس الممبر، اسلكت على الاثنين دول بس واطلع لهم الجدول بتاعهم، او اخد الابر كورد بتاع الاربعه ممبر دول، وهكذا. يعني انت اللي بتتحكم، هو انت عايز يطلع لك مين. هاخد مثلا الرافتر اللي على اليمين دي، فاختار الرافتر اللي على اليمين دي واقول له ديسبلاي شو تيبلز، وبعد كده اوديها على الاكسل. واعمل هنا فلتر، فيبقى هنا على طول بقى اطلع سمولست ولارجست. سمولست اطلع لي اقصى مومنت نيجاتيف هنا قد ايه، اللي هو 46، والنورمال المقابل ليه على طول اهو، وادي الشير اهو، وادي رقم الممبر اللي عايز تتاكد منه، وادي حاله التحميل، كله موجود هنا. طب عايز تطلع اكتر مومنت بوزيتيف، اخلي دي لارجست، طلعت اكبر مومنت بوزيتيف فانهي ممبر، والنورمال المقابل ليه على طول. عايز اطلع ماكسيمم نورمال، نفس الكلام بالظبط هتعمله من هنا. فانا شايف الطريقه دي اسهل، بس برضو ايه، على حسب اللي يريحك. مش عايز تستخدم الطريقه دي، يبقى تعالى على الموديل، امسك كل ممبر انت عايز تصممه، وابدا شوف الفورسز اللي عليه قد ايه. بس دايما اللي انت بتتلخبط فيها ان انتوا بتاخدوا الماكسيمم، بتيجي تقوم عامل انفلوب كده وتقوم واخد قيمة الماكسيمم مومنت، وبتقوم عامل على نفس الممبر بتقوم بتقول له وريني الاكسل، وتاخد الماكسيمم نورمال. فاحنا ما بناخدش الماكسيمم مومنت مع الماكسيمم نورمال. بعد بقى لما صمم الاعمدة والرافتر، عندك البريسنج. البريسنج ده احنا عارفين الباكلينج بتاعه، لو انا عندي هربطه مع البرلين هنا، فيبقى الباكلينج ان بيساوي الباكلينج اوت بيساوي نص ال ال، اللي هي المسافة من الجوينت دي اللي في النص دي للجوينت دي، لو انا هربط مع البرلين. لو مش هربط مع البرلين هتبقى ال ال ان هي نص المسافه دي، وال ال اوت هي 0.75 من الطول كله. بالنسبه لقمر الميزانين، فده قمر سيمبل، عايز تاخد المومنت عليه بيساوي قد ايه، ممكن تحسبها بايدك اصلا، دبليو ال سكوير على 8، او تعالى خده هنا من الموديل. دي قمر سيمبل بيم عليها مومنت 10 متر طن اهو، والطول بتاعها 7 متر. بالنسبة للباكلينج بتاعها ال ان هو طول الكاميرا كله،
ال اوت ممكن تعتبره طول الكاميرا كله، وفي ناس بتعتبره بزيرو باعتبار ان في بلاطة خرسانة. ال ال بي طبعا بزيرو لان في بلاطة خرسانة فوق. بالنسبة للفيرتيكال بريسنج هتلاقي ان الممبر ده الطول الام بتاعه بنص ال ال، طول الاوت بتاعه 0.75 ال ال. بالنسبة للممبر اللي فوق ده الباكلينج ام بتاعه هو طول الممبر، الباكلينج اوت بتاعه 1.2 الطول بتاع الممبر. الاند جيبل عبارة عن يعتبر عليه نورمال ومومنت هنجد من فوق وهنجد من تحت، يعني سيمبل. الباكلينج ام بتاعه هو طول الممبر ال، الباكلينج اوت بتاعه هو المسافات بين الاند جيرت اللي محطوطة هنا. ايه ال ال بي نفس الكلام، هنستخدم ني بريسنج وناخدها المسافات بين الاند جيرت. بالنسبة للبورتال فريم الاخر برضو، انا دلوقتي عندي عمود، العمود ده عليه ام اكس وام واي. لو جينا بصينا كده، لو عرضت ام 3 هلاقي المومنت هنا، العمود ده من تحت عليه ام 3 عادي. ولو جينا جبنا ام 2 هلاقي عليه ام 2. فالمفروض ان انت تاخد العمود ده بقى نصممه ازاي. عندي طريقتين، اول حاجة ان انا احط العمود ده كده واحط جزء منه كده، وبعد كده احسب للشكل اللي قدامي ده الاريا بتساوي قد كده، والاي اكس بيساوي قد كده، والاي واي، ومنهم احسب الاس اكس والاس واي واشتغل على الاساس ده. عندي طريقة تانية ان انا اخد الاي دي كده واخد اي تانية صغيرة جواها كده، وبعدين الاي دي اعتبرها هي اللي شايله الام اكس واشتغل عليها لوحدها، واخد الاي دي واعتبر ان هي شايله الام واي لوحدها. فانت عندك طريقتين في الديزاين، مين ادق؟ اللي فوق دي ادق شويه لان هما الاتنين في الاول والاخر هما شغالين مع بعض. اللي تحت دي تقريبيه بس بتنجز في الوقت شويه، ان انت في الاخر هتلحمهم مع بعض وبتبقى مور سيف. فالاحسن ان انت تشتغل بالطريقه اللي فوق دي. وطبعا قلنا ان احنا بنيجي نربط بستيفنرز كده، والستيفنرز دي بتتكرر كل متر ونص مثلا. بس كده التصميم بتاع الكونكشنز بتطلع برضو هنا نفس الكلام. لما بتصمم الرافتر انت عندك الكونكشن بين الرافتر والعمود، وعندك الكونكشن بتاعت التراس. الكونكشن بتاعت التراس الفورس اللي في الممبر هي نفسها الفورس بتاعت الكونكشن. بالنسبه للبورتال فريم الفورس اللي في الاخر هنا اللي عند الحرف هنا هي دي الفورس اللي على الكونكشن. طيب ازاي هتصمم الكونكشن؟ بالطريقه اللي انت درستها في الكليه، هي نفس الطريقه. بس دايما في المشروع بحب اعمل كونكشن وانا بعمل الديتيلنج، بحيث ان انت ما تبقاش صممت كونكشن وتيجي في الاخر بعد ما تيجي ترسمها في الديتيلنج تلاقيها مش هتنفع تركب. فالاحسن ان انت وانت شغال في الديتيلنج تظبط الكونكشن وتطلع ابعاد البليت الاول اللي تبقى كويسه، وبعد كده ترجع تعمل لها تصميم. احنا كده المره الجايه ان شاء الله هنبدا نعمل ديتيلنج للمشروع. هنبدا نعمل ديتيلنج الاول للعمود مع الرافتر، وبعد كده العمود مع التراس، وناخد كام جزء في التراس نعمل لهم ديتيلنج، وبعد كده الهورزونتال بريسنج والفيرتيكال بريسنج والاند جيبل، ونعمل لوحه للميزانين مع السلم. دي معظم اللوحه اللي هتطلب منك في المشروع.